مرحبا. فيشل كير تيبس، اهم نصايح الاهتمام ببشره الوجه هني غسل الوجه مرتين باليوم، بيكفي الصبح تنظيف خفيف، اما المساء ينصح استعمال الاسيد مثل الجليكوليك اسيد او غيره لتنظيف غميق من كل الدهون، والميك اب اللي بيساعد على تجديد الكولاجين بالجلد فبيزيل الخلايا الميتة وبيجدد البشرة يوميا. استعمال الانتي اوكسيدنت يوميا مثل فيتامين سي، الشاي الاخضر او الاحمر اللي بيحمي الجلد من السموم، اللي بترهل الجلد اسرع واللي ناتجة عن التلوث والتعرض للشمس. استعمال الصن سكرين يوميا وإعادة وضعه كل ساعتين خلال النهار ليحمي الجلد من الكلف والتجاعيد الرفيعة بالوجه. استعمال الأوميجا 3 يوميا اللي مستخرج من زيت السمك فبيساعد بحالات الأكنة، إكزيما، بسورايسيس أو كأنتي إيجينج. الفيتامين A بيساعد على تجديد الخلايا السليمة بالجلد وهو أهم سلاح لمحاربة الشيخوخة أي أنتي إيجينج. استشاري طبيب الجلدية أقله مرة سنويا لوصف الكريم المناسب للبشرة المدهنة أو الجافة. صحتكم مهمة بس الأهم تحافظوا عليها. تروني بكرة مع تيب جديد. تشاو.